تعقيم اليدين بشكل دائم بات عادة مرافقة للجميع في مكاتبهم منازلهم، لكن كيف نقوم باستخدام المعقمات بشكل صحيح؟ متى يمكن أن يكون المعقمات نتيجة عكسية للتصدي لفيروس كورونا؟ هالمعلومات وغيرها راح نتعرف عليها مع الدكتور مازن إسباعي، عضو نقابة صيدلة دمشق. بس أول شيء ننتقل لفقرة هل تعلم؟ معلومات بتخلينا نوقف ونعيد التفكير بأكثر الأشياء يلي منستخدمها حالياً، وهي المعقمات والمطهرات الكحولية بأنواعها المختلفة. سوا رح نتعرف على الطرق الصحيحة لاستخدام سوائل التعقيم اليدين. أولاً، يجب وضع كمية كافية من السائل، فالكمية تلعب الدور الحاسم في فعالية سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، بالتالي فإن الاكتفاء بكمية قليلة يعني أنها ستتطاير سريعاً ولا تؤدي النتيجة المطلوبة، كما أكد لنا هنريك جابرييل خبير النظافة والمايكروبيولوجي في هامبورغ الألمانية. ثانياً، يجب أن يصل سائل التعقيم إلى جميع أجزاء اليدين، فالتعقيم هنا يشمل فقط الأجزاء التي وضع عليها السائل أو الجيل الخاص بالتعقيم. ثالثاً، يجب قراءة تعليمات الاستخدام، إذ أن فترة فعالية المنتج والكمية التي يجب استخدامها تختلف من شركة لأخرى. وأخيراً، الإفراط في استخدام معقمات اليدين الكحولية قد تزيد من نسبة خطر الإصابة بالفيروس، لأنها تجعل البشرة جافة وتجردها من الزيوت والماء وتجعلها عرضة للجراثيم. تبقوا دايماً بصحة جيدة. نور، مثل ما تابعنا بالمادة اللي شفناها أن المعقمات وجهان لعملة واحدة، فهي إجراء احترازي هام للحماية من فيروس كورونا، لكن لتتحقق هي الفعالية في العديد من الشروط يلي لابد أنه نعرفها، وإمتى ممكن تتحول مع المعقمات إلى خطر، يمكن أيضا ممكن تهدد صحتنا. هذا الشيء رح نتعرف عليه مع الطريقة المناسبة لاستخدام المعقمات مع الدكتور مازن إسباعي، عضو نقابة صيادلة دمشقي. سعد صباحك. صباح الخير ميسان، صباح الخير نور، صباح الخير للمشاهدين الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيكم. صباحك دكتور. نحن مثل ما تعودنا عبر شاشة الإخبارية السورية وضمن صباحنا غير، حملة توعية كبيرة عم نقوم فيها للقيام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. خلينا نحكي بالبداية معك، غسل اليدين مثل ما قلنا واستخدام المعقمات يمكن هي شغل شاغل عند الناس اليوم، بس الطريقة الصحيحة وما يكون فيها يمكن نتيجة عكسية من خلال المعقمات والمنظفات. لا، بالبداية الموصى به، لأن احنا الشيء اللي الهاجز الكبير عند الناس اليوم هو فيروس كورونا. نحكي بشيء لا نحمي حالنا من هالفيروس، طبعا عم نحمي حالنا من الجراثيم والفيروسات بشكل عام، بس الشيء الأهم هو غسل اليدين. يعني اللي بيجي بالتوصيات الأولى، أول شيء غسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، بحيث أنه نحن نقدر نغطي كامل مساحة اليدين بالماء والصابون، هو الأولى أول شيء. طيب، إذا نحن قاعدين بشغلنا، قاعدين بعملنا، ما توفر لنا معنا السهولة أنه نرجع نغسل إيدينا، نلجأ للكحول. الكحول اللي هو بنسبة 60 إلى 70% هو المصاب به لقتل الجراثيم والفيروسات، خاصة فيروس كورونا. بعد الكحول فينا يعني المرحلة الثالثة أو ثالثة ممكن نستخدم الجل الكحولي اللي هو يسموه التاتش اللي بنشتريه من الصيدليات، الجل الكحولي كمان ممكن ايضا انه نستخدمه للتعقيم. بالاخر شيء ممكن نلجا للمعقمات العامه بشكل عام. يعني اذا الواحد كان برا البيت، واحيانا ممكن كثير نفتح باب سياره، نقوم بكثير من التصرفات ومو متوفر بلحظه من اللحظات معنا الصابون يلي هو فعلا اهم شيء وبده غسل 20 ثانيه لحتى يروح الفيروس. وجود المعقم الكحولي السبيرتو فينا نقول بفيد بهيك حالات انه الواحد يبخ، وهل هو لازم يبخ ويتركه لينشف لحاله او لازم ينمسح بمحارم، او هو شو الطريقه الصحيحه؟ لا، الطريقه الصحيحه لاستخدام الكحول نحن بقعر الايد نحط كميه من الكحول ونحطها على ايدينا ونتركها ل 30 ثانيه لتنشف لحالها. ما بنمسحها؟ لا، ما بنمسحها. بعد هيك
ممكن نمسحها، نمسح اذا حبينا نمسح بمنديل، نمسح بكريم، بس لازم الايد يضل عليها الكحول لمده 30 ثانيه لحاله ينشف بعده. هذه الطريقه الصحيحه باستخدام الكحول كمعقم ضد الفيروسات بشكل عام والجراثيم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن التاثيرات السلبيه للمعقمات اذا قلنا، او الكحول لصياده المنزل، اللي كثير من ربات البيوت عم يتابعونا اليوم، وفي كثير من التساؤلات حول هيدا الموضوع، الكميات الصحيحه قديش فعلا بتاثر على صحه الاطفال اليوم وعلى بشره الاطفال. بفهم السؤال انه نحن قديش الكميه هلا كيف نتعامل بشكل صحيح؟ يعني كثير من الناس هلا ضمن الهوس عم يخلطوا مثلا مواد كلور مع الكحول مع الخل، خلينا نحكي عن هي المواد. هلا اول شيء الموضوع، انا اذا ما في شيء يستدعي اني ارجع اعقم ايدي، ما في داعي لا كتر زياده الكحول او المعقمات بشكل عام ضمن المنزل. اذا فينا نقول انا اذا قاعده بمنزلي، الشيء الاهم اني اعقم قبضات البواب، الاسطح، الطاولات، الارض. ممكن استخدم بستخدم الكلور لهالتعقيم هذا. حكيتي عن اكثر من شغله بسؤال حضرتك نور. حكيتي عن استخدام المعقمات، كثرة استخدام المعقمات بهالفترة. هلا اول شيء المعقمات عم تساوي جفاف للبشرة. انا وقت بدي استخدم معقمات بشكل كثير كبير لازم انتبه انه انا استخدم مطريات البشرة، خاصة اذا كان المريض او المستخدم المعقمات اصلا بشرته حساسة او عنده اكزيما، هذا بالذات بده عناية خاصة انه يستخدم مراهم لمعالجه الجفاف اللي عم ياثر عليه هي المعقمات. والمطريات موجوده باي مطري ممكن يساعده لحمايته من التاثير السلبي للمعقمات. خلط المعقمات ابدا مو شغله جيده ابدا. هذا اللي عم نسالك عنه، هذا اللي بيسبب يعني أنا وهذا الشيء معروف بس لازم ناكد عليه اكثر، يعني خاصه الحادثه تصير انه يخلطوا الكلور مع الفلاش، هذا عم بيسبب غازات سامه بتاذي الجهاز التنفسي، بتخرج الجهاز التنفسي، ممكن تساوي فقط تمديد الكلور هذا صحي يعني فقط تمديده الكلور بالمي. لحاله هو معقم بس نمده فقط تمديده بالمي، غطا صغير بلتر مي او غطا كبير ب 10 لتر مي ممكن تكافيه لتعقم الارض وتعقم الاسطح اللي موجوده بالبيت. السبيرتو احيانا العالم بيحطوه على وشهم، يعني بعد ما بيحطوه على ايدهم بنلاقي انه بطريقه معينه بيحطوه على حوالين الفم حوالين الانف، هذا الشيء هل هو صحيح او مغلوط؟ ويا ترى ما بيكون اساتهم اذا في مثلا هنا حاملين فيروس بايدهم، ما بيكون اساته بايدهم وبيحطوا ايدهم على وشهم؟ انه هن بيكونوا عم يعقموا. هلا السبيرتو لحد ذاته معقم، ما في مشكله حتى لو حط ايده، بس المشكله انه تحريه عم تحكي خلال 30 20 ثانيه، يعني انت هي عم اي تمام بما معناه انه بالبدايه انا بخيط ودغري حطيت، ما نطرت هال 10 ثواني، يؤثر ولا لا يؤثر؟ هلا لا، هلا الشيء الصح انا بحط، ما في داعي احطه على وشي اول شيء تمام. بدي حبيت اعقم وشي، بس كمان وشي بشرتي حساسه ايضا للموضوع، اذا بدي رد اعقم وشي في عنا المناطق اللي تحت العين، المناطق اللي عند الانف، هي مناطق كلها الجلد حساس فيها، فإذا بدي استخدم الكحول وانا حابه اني انا اعقم وشي كمان وكوني كمان بدي استخدم المطريات لحتى انتبه ما تاذي بشرتي الطبقه الدهنيه، لان الكحول حيأذي الطبقه الدهنيه بالوش. اما ما في مشكله من حيث المبدا، ما في مشكله، بس انما في عندي حساسيه بالجلد اكثر من الايد باستخدام الكحول. طيب دكتور مازن، بالختام نصائح عامه لاستخدام المعقمات لكل الناس اللي عم يتابعونا، الطريقة الصحيحة والصحية لتتجنب كثير من النتائج السلبية. هلا أولا الشيء اللي قبل المعقمات إذا موجود غسيل الماء والصابون هو أهم من المعقمات أو بيجي بالدرجة الأولى. في حال ما تواجد الماء والصابون بدنا نستخدم الكحول. الكحول مستخدم لمدة 30 ثانية، كحول نسبته 60-70% هو الموصى به. نتركه 30 ثانيه على ايدينا، في حال لقينا انه في جفاف البشره بنستخدم له مطريات للبشره، و
ان شاء الله هيك الله يعافي البلد من هذا الوباء ان شاء الله وكل بلاد العالم ان شاء الله. شكرا كثير لك دكتور معزن للمعلومات يلي قدمت لنا. شكرا لك ميسان، شكرا لك نور. شكرا لك دكتور معزن سبيعي عضو نقابه صيادله دمشق على وجودك معنا. شكرا كثير، شكرا لكم، يعطيكم العافيه.